الله، ده بقى شغل عالي. وحياتك ده من ابو غالي، ما بيطلعش غير للحبايب. انا تحت امر المزاج العالي. طمنيني عليكي. حاسه ان انا في دنيا غير الدنيا. يا خبر، تعالي. صباح الندالة يا فيري. جري يا حاتم، مالك داخل هاجم كده ليه؟ ما كانش العشم يا صاحبي. ايه يا عم الجو ده؟ انت هتعملهم عليا؟ ما تفكك بقى من جو الافلام العربي ده. احنا ما اتفقناش على كده يا فيري، اتفقنا فرفشة وسهر وبس، لكن اكتر من كده انا مش اريال يا معلم. ايه يا عم؟ انا كنت بفكر دماغك كبيرة وراجل لارج كده. فكرتك هتفرح لي انا واختك لما نبقى اصحاب. تصدق بيه؟ انا لو عندي اخت انت عجبتها وهي عجبتك مش عايزاها عنك. يلا يلا اتطرق بقى، عيش حياتك وسيبني عيش حياتي. مش قبل ما نتفق يا فيلم. طب ما تجيب من الاخر. صلاة الامانة يا حبيبي. نعم يا اخويا. صلاة الامانة. ايه يا فيري، احنا مش هنبقى نسايب؟ عيب قوي يعني تبقى ماسك وصلاة امانة على نسيبك. ماشي حبيبي يا ابو نسب. ده غير انك تفتح بقى دماغك معايا حبتين يا فيري، وتهديني بشويه حركات كده تنسيني بيها اللي انا شفته النهارده ده، واللي احتمال اشوفه كل يوم. وقت انت حتوم. استغلالي قوي امان. طيور على اشكالها تقع يا فيري. ماشي. كل يهون عشان خاطر الموزه. يا اخو الموزه. اديني بقى يومين ثلاثه وانا اظبط لك المطلوب. ماشي. قبل ما المطلوب يخلص، اخو الموزه لازم يحافظ عليها من هوا الطاير. تعرفني شهم ابن بلد ودمي حامي قوي. انا هاخد كارما النهارده واروح. ايه يا عم الكلام ده؟ هي بقت كده ولا ايه؟ ايه يا فيري الاصول ما تزعلش يا فيري. اجهز انت بالمطلوب وصدقني هتبقى مبسوط قوي بعديها. انا جاهز بكل حاجه. وانت برضو لازم تكرم عشان خاطر الموزه. ياخد الموزه. اتفضل يا فندم. منورة الدنيا يا نجم. ميرسي. بس حضرتك أول مرة تيجي معاكي الحارس بتاعك، المكان كله أمان والمكان مكان حضرتك تيجي تقعد فيه على طول. أنا النهاردة ضفت الأستاذ ماهر وهو اللي عازمني. آسف يا ماهر بيه. سهرة سعيدة إن شاء الله. هيا ماهر، عجبك المكان؟ المكان شيك قوي يا ليلى. شيك بزيادة. كل حاجة فيه لايقة على بعض إلا أنا. حاسس إني نشاز يا ليلى. جرأة يا ماهر؟ أنت هتاخد على كلام الراجل المتخلف ده ولا إيه؟ راجل مش متخلف ولا حاجة. أنا فعلاً بالكتير شكل الحارس بتاعك. أنت عارف؟ أنا هفكرك بجملة كنت دايماً تقولها لي زمان. أيام ما أنت كنت نجم وأنا حتة بنت على قدها. طول الوقت مكسوفة ومحرجة من شكلها ولبسها البسيط. فاكر كنت بتقول لها ايه البنت دي؟ كنت دايما تقول لها النفوس لا بالمظهر ولا بالفلوس. وانا لسه عند رأيي يا ليلى. زمان يا ليلى اول ما عرفتك، بالرغم من بساطتك اللي كانت باينة عليكي في مظهرك وفي لبسك، بس كان كلك طاقة وحيوية وطموح. كان أبسط لبس بيبقى منور عليكي. بس أنا خلاص بقى يا ليلى، مهما لبست وتشيكت
الدنيا بقت ضلمه من حواليا قوي. مش عارف اقول لك ايه يا ليلى. اوعى تكوني فاكره ان انا ما اقدرش اشتري اغلى لبس واشيك لبس في البلد. بالعكس، بس ما بقاش منه فايده خلاص. زي ما بيقولوا كده، النفس اللي تلبس وانا نفسي اتكسرت. عرفت ليه بقى انا قلت لك ان انا مش لايق على المكان ده وحاسس اني مش عايز فيه؟ والله العظيم حرام اللي انت بتعمله في نفسك وبتعمله معايا ده. هو انت ايه يا ماهر؟ بقيت بتستمتع انك تعذب نفسك وتعذبني معاك؟ طب بقول لك ايه؟ ايه رايك نسيبنا بقى من تعذيب النفس ده ونستمتع بالاكل؟ بعد كلامك اللي يسد النفس. يعني انت نفسك اتسدت خلاص؟ طب ما ده حلو قوي. اطلب انا بقى العشاء واستمتع زي ما انا عايز، وبالمره اكل اكلي واكلك. بالهنا والشفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فيلا الاستاذ فريد السكري فين؟ فيلا الاستاذ فريد رابع فيلا على ايدك اليمين. شكرا. خد يا معلم، وصلات العماله بتاعتك اهي، مش خساره فيك ولا في اختك. طب والمزاج يا فيلا؟ يا دي المزاج. خد يا عم مزاجك اهو. بس احنا ما اتفقناش على كده يا فيلا، احنا اتفقنا شويه حلوين يعني. يا عم احنا هنروح من بعض فين؟ وبعدين تظبط حالك معايا هظبطك على الاخر، لكن تلعبني هلعبك. ولو مش عاجبك الاتفاق بقى خد المزه بتاعتك واديني حاجتي واتكل على الله. يا عم مالك في ايه؟ انت عصبي كده ليه؟ وعلى رايك يعني واحنا هنروح من بعض فين؟ حلو قوي الكلام كده، حلو. يلا روح انت بقى خد مزاجك واختفي من وشي خالص، يعني لا اشوفك ولا اسمع حسك الا بكره زي دلوقتي. والدور الفوقاني ده ما تهولش ناحيته تاني خالص، والا هزعلك. اعتبرني مش موجود اصلا يا فيلي، وعيش حياتك. سلام. حبيب قلبي يا حتوم. اي خدمه يا باشا؟ ازيك يا حاج، عامل ايه؟ هو فريد باشا جوه؟ قول له من سعادتك. انا واحد من صحابه، وبصراحه انا كنت مسافر ومش عايز ابوظ له المفاجاه دي، فريد تسيبني انا بقول له انا مين. اتفضل يا باشا. شكرا. الف حمد على السلامه. الله يسلمك.